السلام عليكم طلاب الصف السادس من أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. نحن في الوحدة الثانية وحصتنا اليوم هي حل تدريبات قاعدة الكتابة ألف التفريق. في الحصة الماضية تحدثنا عن ألف التفريق، ما هي ألف التفريق؟ أين أكتبها؟ ولماذا أكتبها؟ وتذكر أن ألف التفريق هي ألف تكتب ولا تلفظ. ما رأيكم أن نبدأ بحل تدريبات هذه القاعدة؟ السؤال الأول: أكمل الفراغ فيما يأتي كما في المثال الأول، مراعياً أن يكون الفعل بصيغة الماضي. مثال: أشاد القائد بجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حفظ السلام. القادة أشادوا، يريدني أن أضيف واو الجماعة وألف التفريق، تصبح الجملة: القادة أشادوا بجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حفظ السلام. من يستطيع أن يجيب عن الفرع باء؟ تفضل يحيى. أحسنت، مثل المغتربون الوطن في غربتهم. المغتربون ماذا تصبح يا يحيى؟ ممتاز، مثلوا المغتربون، مثلوا الوطن في غربتهم. انتبه إلى واو الجماعة، أنني ألحقتها بألف التفريق. أحسنت يا يحيى. من يكمل؟ تفضل يا أمين. ممتاز، التزم السائق بالسرعة المحددة. السائقون يا أمين بصيغة الجماعة ماذا تصبح؟ أحسنت، التزموا. السائقون التزموا بالسرعة المحددة. لاحظ واو الجماعة، ألحقتها بألف التفريق. أحسنتم جميعا. ننتقل إلى التدريب الثاني. هات مضارع الأفعال الماضية الآتية، يريد مني أن أصوغ المضارع من رجاء، دعا، سما. من يعطيني مضارع رجاء؟ أحسنت يا سلمى. من يعطيني مضارع دعا؟ ممتاز يا تالا. من يعطيني مضارع سما؟ أحسنت يا أنس. ما رأيكم أن نلاحظ كيف نكتب هذه الأفعال؟ لاحظ، رجاء، يرجو، الواو أصلية. ممتازين، فلا أكتب ألف التفريق. دعا، يدعو، الواو أصلية. وسما، يسمو، الواو أصلية. أحسنتم جميعا. التدريب الثالث: خاطب الجمع المذكرة بالجملتين الآتيتين. إذن يريد مني أن أخاطب الجمع المذكر، بمعنى أن أضيف واو الجماعة إلى الأفعال التي لدينا. من يبدأ بالفرع ألف؟ أحسنت يا يونس. حافظ على نظافة الممتلكات العامة، ماذا تصبح إذا أردت أن أخاطب جمع المذكرات؟ أحسنت، تصبح حافظوا. حافظوا على نظافة الممتلكات العامة، إذن هي فعل أمر. خاطبت الجمع المذكر فأضفت واو الجماعة وألف التفريق. أحسنت يا يونس. من يكمل الجملة الثانية؟ تفضلي ميرا. أحسنت، أدوا عملكم بإخلاص وأمانة. الفعل هو فعل أمر، أريد أن أخاطب الجمع المذكر فأضيف واو الجماعة وألف التفريق، فتصبح أدوا عملكم بإخلاص وأمانة. أحسنت يا ميرا. إذن واو الجماعة ضمير يدل على أن الفاعل جمع مذكر. أضيف بعد واو الجماعة ألف التفريق حتى أميز بين واو الجماعة والواو الأصلية للفعل. وتذكروا معنا في الحصة الماضية تحدثنا عن، أحسنتم، عن واو جمع المذكر السالم بعد الإضافة. أحسنتم جميعا. انتهت حصتنا لهذا اليوم. أرجو منكم طلابي الرائعين نقل الإجابات على دفاتركم بخط جميل. إلى اللقاء.